لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، تكلمنا عن مسألة الإنكار في الخلاف غير السائغ المصادم للنصوص، وعلى ذلك عمل الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم، وذكرنا إنكار ابن الزبير رضي الله عنه على ابن عباس رضي الله عنه على المنبر أمام الجمع نكاح المتعة، رأيه في نكاح المتعة، وقال له: لئن فعلت لأرجمنك بأحجارك. مع أن ابن عباس كان مجتهدا، وذلك أنه قال: إنك لجلف غليظ، قد كانت تفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبين أنه لم يبلغه الناسخ، لم يعرف الناسخ، ومع ذلك أنكر عليه ابن الزبير لحصول النهي الثابت نسخ الجواز في حجة يعني في عام الفتح. نسخ النبي صلى الله عليه وسلم جواز نكاح المتعة في عام الفتح بعد أن رخص فيه ثم نهى عنه نهيا مؤبدا. فلثبوت النص والاتفاق عامة أهل العلم على تحريم نكاح المتعة إلا أهل البدع من الروافض، لذلك أنكر ابن الزبير رضي الله تعالى عنه هذا الأمر على ابن عباس. أقول: أنكرت عائشة على زيد بن أرقم رضي الله عنهما بيع العينة. في الحديث أن زيد بن أرقم بايع أم ولد له سلعة إلى أجل، ثم اشترى السلعة منها نقدا. هذه صورة العينة. العينة نوع من الحيلة على الربا، وذلك بأن يشتري منه سلعة بثمن إلى أجل، بثمن كبير أكبر من ثمنها النقد، ثم يبيعها له بعينها إلى نفس البائع بثمن حال عاجل نقدا، فترجع السلعة إلى صاحبها، ويبقى المشتري قد قبض في يده 1000 مثلا وعليه 1500 أو 1200، هي الثمن الآجل للسلعة التي اشتراها أولا ثم باعها مرة ثانية إلى الرجل الذي اشتراها منه. فبقى زيد بن أرقم صحابي جليل، معلوم منزلته معلومة. فحدث هذه المبايعة مع أم ولد له، وهي كأنها مملوكة له. فقالت عائشة رضي الله عنها لما علمت ما فعل زيد بن أرقم مع أم ولده، قالت: أخبري زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. هذا الأمر مبني على صحة الحديث في النهي عن بيع العينة، والمعنى الذي هو التحايل على الحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم عدوا لم ينزعه، سلط الله عليكم عدوا ذلا لا ين سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح. وللمعنى الذي ذكرنا من أن
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحيل فقال لا تشبهوا باليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. وكما قال ابن عباس رضي الله عنه دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة. وهذا ينطبق على التورق وهو العينة بين ثلاثة أفراد، ذلك أنه يشتري السلعة التي معلوم ثمنها في السوق، يشتريها بثمن آجل ويذهب فيبيعها لشخص ثالث بثمن فوري هي دون هو دون قيمتها في السوق، فهو في الحقيقة لا غرض له في السلعة. وأحيانا يكون بنوع توكيل، كأن يقول له أنت تريد قرضا فسأشتري لك شيئا، سأشتريه لك بثمن آجل ثم تعطيني توكيلا أبيعه لآخر بثمن فوري وأعطيك هذا المال. في الحقيقة أصبح مدينا لهذا الشخص بالثمن الكبير، وقبض في يده ما يعني مالا أقل. الصورة الحقيقية أنه لا يريد تلك السلعة ولا ذلك المعدن ولا يريد شيئا من ذلك، وإنما يريد مالا يدفعه على أقساط أكثر من الذي أخذه. وهذا ما يسمى بالتورق، لأن المقصود به الورق، الورق هو الفضة، فهو لا يريد السلعة وإنما يريد الورق. وقد أفتى بمنعه مالك عمر بن عبد العزيز، ووجه عند الحنابلة رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإن كان الجمهور يجوز إلا أنه لا فرق بينه وبين العينة. من منع من العينة وهم الجمهور لا بد أن يمنعوا من هذا النوع من البيوع الذي هو التورق كما ذكرنا، والذي تفعله بعض البنوك المسمى بالإسلامية وتتوسع فيه في زماننا. شددت عائشة رضي الله عنها جدا وأنكرت على زيد بن أرقم مع منزلته واجتهاده، وأن البيع كان مع أم ولد له، أي ما زالت مملوكة له، لكن سيدها ملكها حق التصرف في أموالها، في أموال أعطاها إياها. فهناك أمور متعددة تدخل في الاجتهاد، ومع ذلك قالت عائشة أخبريه أنه أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. العين اختلف الفقهاء في حكمها، قال بالسورة التي ذكرنا، قال أبو حنيفة ومالك وأحمد لا يجوز هذا البيع، ونقل عن الشافعي رحمه الله جواز السورة المذكورة. والسورة المذكورة شرحناها، وهذا رغم قول الشافعية فالخلاف في ذلك، إلا أن المسألة بيع العينة فيها نص، والقياس الجلي الذي هو على أنواع الحيل المحرمة. وأنكر ابن عمر على ابنه بلال وسبه لما حدثه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال ابنه إذن يتخذنه دغلا، أي مكان يعني الخيانة والتآمر أو الكلام غير الجائز. والله لنمنعهن، والله لنمنعهن. فأقبل عليه عبد الله وسبه، فسبه سبا سيئا، سبا شديدا، لم يسبه أحده أحد، لم يسبه مثله قط.
فقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن؟ في بعض الروايات عند ابن عبد البر قال له ابن عمر لعنك الله. أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله وتقول أنت لنمنعهن، لأنه صادم الإيه؟ الحديث برأيه وقاطعه حتى مات ابن عمر مقاطعا له، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنكر أبو الدرداء على معاوية رضي الله عنهما في مسألة ذي الفضل وقال لا أساكنك بأرض أنت فيها. هذه القصة مشهورة وثابتة في الصحيح وألفاظها متفاوتة. أن معاوية زمن إمارته للشام في عهد عمر رضي الله عنه بيعت قلادة فيها خرز وذهب بدنانير، بيعت بدنانير. فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تباع حتى تفصل، يفصل الذهب ويوزن وتوزن الدنانير أمام الذهب. لكن هنا هذه القلادة مجهولة كم الذهب وكم وزن الخرز وكم وزن غير الذهب فيها الذي لا بد من معرفته للعلم بالتساوي. لا يعرف التساوي إلا بالوزن، وهذا جهل بالتساوي، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. الجهل بالتماثل في الوزن كالعلم بالتفاضل، كلاهما محرم. فقال معاوية خطب وقال ما بال رجال يتحدثون بأحاديث، كنا نسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نكن نسمعه يذكرها. فقال أبو الدرداء أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تقول ما تقول؟ لا أساكنك بأرض أنت فيها، مع أنه الأمير ومن قبل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب وهو مجتهد، إذ لم يبلغه الحديث وظن وهم الراوي وتأول في أن السند فيه مقال. فغضب أبو الدرداء وقال هذا لا أساكنك بأرض أنت فيها، ورجع إلى المدينة إلى عمر رضي الله عنه وحكى له القصة. فقال له عمر لا بارك الله في أرض لست فيها، لا بارك الله في أرض لست فيها. وأرسل إلى عمر إلى معاوية يأمره بفسخ هذا البيع وأن يرده وأن لا تباع حتى تفصل، وغير ذلك كثير. وهو يثبت أن من خالف السنة أو الإجماع كما ذكرنا أو القياس الجلي أنكر عليه ولو كان متأولا. لذا قال أهل العلم لا يشترط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون المأمور والمنهي عاصيين، بل يشترط فيه أن يكون أحدهما ملابسا لمفسدة واجبة الدفع والآخر تاركا لمصلحة واجبة التحصيل. ولذلك أمثلة إن الإنسان اللي بيرتكب المنكر مش شرط يكون إيه؟ مش شرط يكون آثم، بل مش شرط يكون مكلف. لو رأى مجنونا يزني بمجنونة لوجب إنكار ذلك رغم أنهما غير مكلفين وغير آثمين،
ومسائل الاجتهاد والتأويل في هذا الباب. لهذا لذلك أمثلة، أحدها أمر الجاهل بمعروف لا يعرف إيجابه ولم يكن مقصرا في طلب العلم، جاهل بواجب أو بمعروف لا يعرف وجوبه، لا يعرف أن الله أوجبه، وهو غير مفرط، فهذا لا يأثم فيما جهل، وإن كان يشرع الإنكار عليه وتعليمه من خلال هذا الأمر. المثال الثاني نهيه عن منكر لا يعرف تحريمه، أيضا مثل الجاهل بالتحريم الذي لم يقصر في طلب العلم، فإنه غير آثم، ولكن كلامه لكن فعله يجب الإنكار فيه. المثال الثالث قتال أهل البغي، مع أنه لا إثم عليهم في بغيهم لتأويلهم، المقصود إذا كانوا لا يعلمون أنهم على الباطل، هم يتأولون أسبابا شرعية، فهذا يعذرهم به الله سبحانه وتعالى، وإن كانوا يعلمون أنهم خارجون على إمام العدل بلا شبهة معتبرة فهم آثمون وقوم سوء. وأما إذا كانوا متأولين يرون أنفسهم أصحاب حق، مثل ما حدث من طلحة والزبير وعائشة، وما حدث من معاوية وعمر بن العاص في قتال علي رضي الله عنه، فيقال في مثل حالهم ما وقع منهم من اجتهاد له أجر واحد، ويكف عن ذلك، يكف عما شجر بين الصحابة من خلاف، فإنهم بين مأجور أجرا واحدا وبين مأجور أجرين، ومن أجر أجرا واحدا فخطأه مغفور له، والله أعلم وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.